نكمل مع بعض النهارده كونكت فور يونت 1. قلنا هنا ان في some functions of body organs من اجزاء الجسم that since must know must explore. First of all esophagus, normally esophagus, large intestine وsmall intestine. طبعا دي مجرد ان هو بيعرف شكلها هيقدر يستفاد منها ويعرفها. ان اللانجس هيلب اس تو بريز, ستومك المعده هيلب اس تو دايجست فود, بتساعدنا على هضم الطعام. بعد كده لازم نعرف هنا هاو هيفي, كم وزن, هاو طول ما طول. وتعرفوا ان هاو طول دي بتتكلم عن لو انت بتقيس واحد كطول باستقامه, هاو طول از ذا بيلدينج, هاو طول از عالي, يوم العالي از 1 متر طول مثلا متر طولا. هاو هيفي, هاو هيفي از ذا كامل, اتس اباوت 600 كيلوغرام اباوت. طيب هاو لونج, لو بتقيس حد كعرضا مثلا بقول لك هاو لونج از ستريت, ما طول الشارع اتس 2 مترز لونج. هاو وايد, كم عرض او ما اتساع. طيب يبقى انت هنا دلوقتي بتبدا تكون له مثلا وير, وير دو ليف, انا تعيش, اي ليف ان زفت, اي ليف ان طنطا. Where do you go to school? I go to school in بنها, بذهب المدرسة في بنها. How do you go to school? كيف أذهب المدرسة؟ I go to school by car, by bus, by taxi. وإن شاء الله تتابعونا في الفترة القادمة وهنركز أكتر على collect 4 to help our students get time up. Thank you.